سلام الخوت، كلش راه صافا لاباس، كلش مليح، كلش بيان. اليوم جيناكم في الفيديو هذا، ها ماهوش فلوق، المهم فيديو غادي نشرحوا لكم ان شاء الله بحول الله كيفيه بناء حائط من البيتريز لا بوبلاتر. هذه كما تشوفوا هنايا بلاكو بلاتر، هذه بلاكا تاع بلاكو بلاتر من نوع ممتاز كنوف، هو الاسم اللي راه كنوف نوع زين. وهذا هنا عندنا لي مونطو، ها هما ها لي مونطو، كيفاش داير هذا مونطو في التقبه في النص، كنبنيو به كنحطوه في النص، كنحطوه داخل كنحطوه داخل الحيط، نقدروا نفوتوا منه الخيوط. وهذا الراي، هذا الراي، هاوليك شوف كيفاه داير الراي هذا. كان الراي هذا كيفاش كنديروه؟ كنديروه في الارض ويطلع الفوق ويجي مع البلافو كيما هاكا ويهبط هنايا. ومن بعد لي مونطو كنديروهم كل 60 سنتيمتر، كل 60 سنتيمتر من الحائط لهنا كنطلعوا واحد هكا الفوق، باش كي باش هاد البلاكه هذه فيها 120، باش كيدينا المونطو واحد هنا واحد هنا واحد هنا باش نقدروا نفيسيو. المهم هذه نقفلوا هذاك الكراج، هذا غادي نردو الشنطه، هذه السلعه ديالنا هنايا. المهم حنا هذا الدرس الاول هذا في كيفيه بناء حائط، وان شاء الله مزيان كيجيونا شوانط وحدين اخرين ان شاء الله بحول الله غادي نوريو لكم كيفيه الخدمه. توني ديال الخدمه، هاو لي كومبليدو هاليك باهي. المهم خاوتي حنا في التتمه، من بعد ما ركبنا الراي ال كما راكم تشوفوا هكا ورحنا، فهمتوا؟ كما من بعد ما ركبنا الراي ديالنا يجي داير نكادريو به الكار هذا كما راكم تشوفوا. جا الدور حاليا على لي مونطو اللي قاعد تشوف لي مونطو راه مليح لي مونطو، هاوليك هذا مونطو كنعبرو كل 60 سنتيمتر مثلا من التحت لهنا، عندنا 60 سنتيمتر ومن لهنا 60 سنتيمتر، يعني كاينه 120 120 سنتيمتر، يعني هو العدد اللي كاين في البلاكا 120، هو هذيك 60 تماك 60 باش كتجينا في النص ديالها. ومن بعد ان شاء الله غادي نركبوا البلاكه اللي تال هنايا وغادي نقفلو. هذا بالنسبه لنا ما بقناش بزاف ونكملوا لان هذا الحيط صغير، ما غاديش نفيسي، غادي نخدموا غير بكرافوز لهنا. علاش؟ لسبب معين، حتى ما غاديش نفيسيهم هادو هنايا، ما غاديش يتفيساو. علاش؟ لانه هذا مؤقت مثلا واحد الشهر ولا اربعه
قادر انه يتحيد، فلذلك غادي نخدموا بالكرافوز برك باش ما ي... باش من بعد كي يجيني ينحيه يجي ساهل ما ي... ما يتعبش فيه. اذا اخوتي هو الدرس اللي كان سهل بالنسبه للحائط كما هذا، سهل بزاف، حاجه بسيطه تركب لي راي ديالك بشوفي فراب يجيو هكا مكادرين، ومن بعد يجي الدور على لي مونطو كما راكم تشوفون. من بعد كي تركب لي مونطو تاعك تصاي تبدا في في البلايك، تركب بلاكه من لهي، ومن بعد حنا دوك نخدمو بوليستر، نديرو بوليستر داخل الحيط باش يكون حازل الصوت والحراره والى ما اخر ذلك. المهم يلا دوك انا غادي نكمل ونوريكم. اذا كما راكم تشوفوا هو هذا الحيط ديالنا، هنا لي راي ولي مونطو، هادو لي راي هما اللي مدايره، هادي كال ولي مونطو هما هادو هكايا. من بعد دابا حاليا غادي نكرافيو لي مونطو ونبداو نركبو البلايك. يا خوتي من بعد ما كملنا بلاكا من برا جا الدور ديال البوليستير. البوليستير هو هذا كما راكم تشوفوا، ها البوليستير، هذا هو البوليستير، ها هو. دابا كنركبوه لداخل، كنركبوه لداخل في الفيد هذايا باش كيجي عامر بهذه الطريقه هذه. هاد الطريقة تكون هكايا باش كي جينا عازل للحرارة والرطوبة وجميع المسائل. المهم أنا قالها دوكا كي نركبو البوليستر خاوتي نعمرو بالبوليستر كل نقفلو ونفيسيو، ومن بعد يجي الدور لومبلي والبوندار.
يا خوتي، من بعد ما كملنا التركاب ديال بلاكو بلاتر هذا من هنايا في سينا تما كيما هنايا بلاصة لي فيس هادو كيما راكم تشوفو لي فيس والفوقة هاديكا تما قعد لوندوي برك فهمتوني، والفوقة مازلنا شي هذاك الفوق لازم دوكا واش راح نديرو ان شاء الله بربي، راح نكيلو شي هذاك العرض في الطول هكذا والبلاكة هادي تاعنا نحطوها في الارض ونتراسيو بالكيتور كيتور لاخر بروفيسيونيل راه عندنا هنا في البيت ما عرفتش وين راح. المهم نتراسيو بالكيتور نحطو بلاكة كي نزل الكيل تاعنا نتراسيو بالكيتور هدايا، وعندنا الكورديكس هذا عندنا الكورديكس هذا به راح نتراسيو كي نتراسيو نشقوها بالكيتور ونقصوها دوك ان شاء الله راني نعاود لكم ان شاء الله بربي كيفاه نديرو لها ان شاء الله. باه نكوبريو الشيء هذاك من الفوق من الداخل من برا ويقعد لنا الكوبي هذا هنا الكوبي هذا صغير نقفلوه من برا دوك نخش الطاقة ونعاود نخرج منها نقفل هذه ثاني الكوبي من الداخل وتما يقعد لنا لوندو. حاليا غادي نابليكو لاحظوا لاحظوا كيف داير لوندوي نورمالمون كيجي بودرة ومخلط حنا اللي جبناه الماء بريباري باش غادي نخدمو خوتي كما كتلاحظوا حنا كملنا هذا هو الحائط ديالنا وهاديك فيه طاقه من الداخل اذا هذه هي اخوتي لي فيس هذوك ندير لهم لوندوي سبيسيال تاع باكو بلاطر ولي جوان بالبوندا سميتي جوش. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.